إذا طلعنا على learning outcome الثالث ورجعنا لعنوان الكورس، هي عندنا هون الكلمة electronics. فإحنا حكينا هون industrial، حكينا هي فعليا electrical. هاي كلها هون كأنها electrical power. عم بحكي هون عن ال generation, transmission, distribution of power. جزء أساسي من هذا هو الإلكترونيات اللي بستعملها أو الباور إلكترونيكس. فهون عندنا كلمة باور إلكترونيكس. وزي ما بتتذكروا في السلايد السابقة حكينا الباور إلكترونيكس هو استعمال السوليد ستيت ديفايسز، الإلكترونيك ديفايسز، مش الميكانيكال ديفايسز، الإلكترونيك ديفايسز، حتى أحول الطاقة الكهربائية from one form to another في الديستريبيوشن. طبعا هم هون مركزين مش بشكل عام، مركزين على Renewable Energy Systems. اوكي، استعمال الباور الكترونكس في Renewable Energy Systems. فهون نراجع بس هون الاستعمال Power Electronics is the use of switching in electronic devices. هلا هون هي to convert، حتى أحول electrical power from to another. إيش حكينا الأشياء اللي ممكن أحولهم اللي بغيرهم بهاي الباور سيستم؟ AC ل AC. تمام، إذا ممكن أحول من AC ل AC، ممكن أحول من AC ل DC، ممكن أحول DC to AC. وتذكرين حكينا AC to DC هي rectification، DC to AC هي inversion. AC to AC عمالي احتمالي بغير الفريكونسي أو بغير الفولتج، بتضلها AC، تدخل AC وبتطلع AC، بس ممكن بغير الفولتج أو ممكن بغير الفريكونسي. DC to AC، وآخر شيء عم بحول DC to DC. ولما بحول DC to DC هو بضل DC بس بغير الفولتج، قيمة الفولتج. إذن هذه هم من التحويل، وهذول بستعملهم بحطهم عادة كبلوكس. فمثلا هذا بلوك، مثلا هذا بلوك راح أحول فيه. ممكن بس وقت نغير نوع مثلا AC ل DC ونغير الفولتج 100%، 100% بقدر أحول من DC to AC وأغير الفولتج. مثلا هذا هون، هذا أنا راسمه كبلوك، مش راسم الكومبوننت التفصيلي اللي فيه، بس أنا مدخل عليه DC، هاي إشارة DC، وبدي أحولها مثلا AC. فحولته هذا من DC ل AC. ايش هذا الديفايس بيكون؟ انفرتر. مثلا سنجل فيز انفرتر. حولت عندي DC، حولته ل AC. وين ممكن يجيني ديفايس زي هيك؟ في رينيوبل انرجي سيستمز. وين بحتاج سيستم زي هيك؟ بالسولر. بالبي في سيستمز، تمام. في البي في سيستمز. بطلع هو DC وبدك تحوله للشبكة. عم بطلع معي DC من هذا، طبيعة البانلز بعطوني DC. بدي احولها للشبكه، اشبكها اي سي، كل الشبكه تبعتنا معروف انها اي سي. ايش لازم التزم هون لما بحولها لاي سي؟ 220 فولت. لازم يكون الفولتج نفسه، ايش كمان؟ الفريكونسي نفسها، وكمان والفيز. لازم التزم بالفيز والفريكونسي والفولتج حتى اقدر اشبك على الشبكه هون، وممكن وقتها اورد للشبكه طاقه في الحالات اللي انا مش بحاجه للطاقه اللي موجوده. مش هيك حنعمل بالسنجل فيز؟ ممكن يكون عندي سيستم عمالي بحول من دي سي لدي سي، هلا هون بيستغرب بيقول لي ليش بدي احول من دي سي لدي سي؟ ما هو دي سي وطلع دي سي. ممكن اغير الفولتج. بدي اغير الفولتج، ممتاز. اذا انا ممكن يكون عندي هون فولتج منخفض مثلا، بدي احوله لفولتج عالي، فبدي ارفع الفولتج من قيمه لقيمه اعلى. فهذا بنسميه دي سي تو دي سي كونفرتر، بلس ماينس بلس ماينس.
وهون انا هذا هذا له اسم خاص لاني عم برفع الفولتج. مين بيعرف شو بسميه؟ بوست كونفرتر. بوست يعني تقويه، باك تنزيل، بوست برفع. فهون عم برفع الدي سي فولتج فبنسميه هذا بوست كونفرتر. بوست يعني قوي، تقويه، بوست. مرات السيجنال في التلفزيون بنقول في بوستر، ركبت بوستر مثلا عشان اقوي هاي السيجنال، هون قوي. فهاي الاستخدامات مهمه صارت في الباور الكترونيك سيستمز، في رينيوبل انرجي سيستمز. صرنا نستطيع انه ولولا الباور الكترونيكس ما كانت الرينيوبل استطاعت انها توصل لمراحل متقدمه جدا الان في السيستمز تبعتنا، لولا وجود الباور الكترونيك سيستمز.